ich fahre. هلا والله، كيفكم يا متابعين؟ خليجي بس شوي. اهلا بيكم في قناتي، انا اسمي منى، والنهارده بصراحه انا زهقانه شويه، فقلت ان انا اتفرج معاكم على فيديوهات. والمنطق يقول ان انا لازم اتفرج على فيديوهات مضحكه، بس لا، احنا النهارده نتفرج على فيديوهات مخيفه. وانا عايزه اقول لكم ان انا مش من النوع اللي بيخاف، اصلا متربيه على الافلام الرعب، وخصوصا الوحش ده، والوحش ده اللي كانوا بيخافوا مع بعض على طول. استنى هروح احسمه اكس. استنى، اوكي، جبت لكم جراسه الرسم اللي برسم فيها. واذا عايزين اخليكم تشوفوا كل رسوماتي اللي رسمتها هنا، واذا انتوا اصلا بتتابعوني على انستجرام هتعرفوا ان انا بعرف ارسم. اذا عايزين اعمل لكم فيديو رسوماتي كلها في الماضي، رسوماتي وانا صغيره اللي رسمتها وانا صغيره، قولي لي في الكومنتس. اوكي، فهجيب ورقه ما فيهاش رسوماتي، يا ورقه فاضيه، وهرسم لكم الوحشين اللي يعني كانوا متربيين على افلامهم. اللي هو عامل كده، ايه ده؟ بص القلم عامل ازاي؟ حد يكتب بس. هو كان كده، تمام؟ كان برضو بيطلع من لسانه وحش. ده كان في مره مشهد اللي هو ايه، دخل على مستشفى وكان فيه ناس حوامل، حطها بقهم، وايه بقى، زرع البيبيهات بتاعت الوحش في بطن الحامل. كان مشهد فظيع، ماشي. فهو ده، والوحش بقى اللي هو البطل اللي كان برضه كان كائن فضائي على فكره. انت قلت ايه انت، ولا عملت ايه انت، ولا انت قلت ايه، ولا عملوا لك ايه انت؟ هو الرسم مش حلو قوي. نو 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 نو. بس هو ده الوحش، تمام؟ هو ده الوحش، وهو ده كان فضائي، وكان ليه برضه شعر كده. لا بصوا كده، وضحت قوي كده، وضحت قوي بامانه. بصوا هو ده بامانه. هو بص الرسم مش حلو قوي، بس عشان سريع عم انا يعني هتشوفوا الفيديو لما ينزل، فيديو رسوماتي. فالمهم هو ده الوحش، اكيد انتوا افتكرتوه من شعره، وده برضو الوحش. فدول فيلم ده بصراحه كان رعب قوي، بس انا كنت بحبهم. وبعد ما كنت بتفرج عليهم بالليل، ما كنتش بعرف ادخل الحمام ولا اعرف اعمل اي حاجه، في كوبايه مكاني وانام مكاني. ويلا بينا نتفرج على مقاطع رعب. فين الغطا؟ يلا بينا دلوقتي. اوكي دلوقتي هكتب على جوجل مقاطع رعب. اوكي، مقاطع مرعبة. مفيش نت؟ اه، ثانية وصل النت. ثانية واحدة، ثانية واحدة. عادي عادي، بسيطة بسيطة بسيطة. انتوا عاملين ايه يا متابعين؟ والله والله العظيم مشتاقلكم كتير كتير كتير. وبعتذر كمان عن ان انا بنزل مقاطع يعني من فترة لفترة، والله العظيم ولا أي حاجة يعني، ولا مشغولة ولا أي حاجة، قاعدة كده عادي. بس المشكلة ان انا في المونتاج يعني بطيئة قوي، كسول قوي في المونتاج. اوكي، مقاطع مرعبة. بصوا عشان الرعب اللي احنا هنشوفه، جبت المخدة دي حطينا عشان أي حاجة مرعبة أمسك فيها. اوكي اوكي. بعد دلوقتي جبت مقاطع رعب زي ما انتم شفتوا، هنختار مثلا فيديو بيقول مقاطع رعب مخيفه جدا 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 لا تشاهدوا بالليل. مقاطع المهم احنا هنشاهدوا بالليل، احنا اصلا كسرنا كل القوانين. فيلا هنبدا. اوكي، are you ready guys؟ I'm ready. yeah. انا نسيت اجيب سماعات. بص انا مش مركزه النهارده، اروح اجيب سماعات. اوكي okay؟ اوكي جاي، حطينا السماعات وهنبدأ دلوقتي. هو الصوت، بص انا عالي الصوت. اوكي، هو الصوت مرعب، بس مفيش حاجة مخيفة، الصوت بس هو مرعب، مفيش حاجة مخيفة. ايش هذا؟ ايش هذا؟ لا اله الا الله. مين اللي مسكه؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. ابعد انت دلوقتي، ابعد. ماشي خلاص، مش حاجه. ايش صار؟ ايش صار؟ طيب ايش صار؟ مين اللي مسكه؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. سكيب 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 سكيب. بس روح روح، اجري اجري اجري. خلاص خلاص، في ايه؟ هيعيدوا كم؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. الصوت مرعب، الصوت.
تقولي لا اله الا الله. استراحة. طب استراحة استراحة. والله ما بيصير ما بيصير ما بيصير. أنا ليه قلبت خليكي كده؟ أنا مش عارفة. جايز استراحة وارجع. نو نو ده من أول مقطع. أمال 2000 years later. أوكي جايز بصوا أنا عايزة أخلص الفيديو بجد يعني، بس أنا مش عارفة، أنا مش عايزة أكمل بس. أوكي آخر مقطع ومش هشوف تاني عشان أنا بجد خلاص. أنا الساعة 3 أنا مفيش. لا نو 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 نو. فهنشوف آخر مقطع. أوكي هنبدأ أول مقطع. أوكي ايه الصوت؟ ايش يسوي؟ واسفه ان انا خلبت خليجي، انا مش عارفه ليه. تمام بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ايش صار؟ هي هيعيدوا بس كده خلاص يعني. بصوا جه ازاي؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. شفتوا جه ازاي؟ بس كده عادي، ما كانش مرعب ولا اي حاجه. خلاص كفايه كفايه، خلاص كفايه بقى، خلاص خلاص. انتوا بتعيدوا المشهد كم مره؟ ليه ليه كده؟ خلاص كفايه. طب خلاص حاجة تانية تدخل؟ هو بعيد المشهد 100 مرة ليه؟ ما خلاص يعني. لا خلاص بقى، ده في ايه؟ لا خلاص بقى كفاية كده. خليني اقفل بس الشاشة دي عشان انا تعبت، نفسية تعبت والله ما قادرة. انتوا عارفين ايه القصة؟ ان انا كنت زهقانة وقلت ان انا اتفرج على افلام رعب، فقلت اتفرج معاكم بس مش عارفة ايه اللي دخلني. ايه ده؟ في ايه؟ ليه كده؟ ليه كده؟ صراحه مش قادره اكمل لحد دلوقتي يعني. بصوا انا عارفه ان انا ما كملتش الفيديو واتفرجت بس على مقطعين. سوري جايز بس لايك اي كانت. بصوا الساعه 3:30 دلوقتي ومش قادره. بصوا مش قادره بجد. فاذا عايزين نعمل اعمل لكم مقطع تاني من الفيديو ده قولي في الكومنتس برضو وانا هعمل لكم، بس اكون بس جهزت نفسي عشان بصوا الوضع طلع صعب. فبس كده. thank you guys so much for watching the video and okay. انا مش عارفه انا قلبت خليجي ليه فجاه، بس اعذروني ماشي، بتحصل حاجات غريبه كده. ما تنسوش تحطوا لايك وبس كده. اشوفكم الفيديو الجاي. peace.